اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. الاهلي الليله النهارده حلقه خاصه جدا، حلقه خاصه جدا هنتكلم فيها عن كواليس مهمه، هنتكلم فيها عن استعدادات طبعا الفريق الاول للمواجهه المرتقبه النهائي الافريقي، النهائي الافريقي امام الترجي. كمان اكيد عايزين نقول لسيدات سله الاهلي مبروك الصعود لنهائي البطوله العربيه بعد الفوز على فريق الامل. عندنا كواليس كتير وعندنا اخبار كتير، لكن النهارده لازم نقول كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب، بمناسبه عيد ميلاده عندنا طبعا امور كتير جدا، لكن خلونا نرحب بزميلي امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انت قلت يا استاذ ايهاب، هي اكيد حلقه خاصه ومهمه جدا، وخصوصا ان احنا خلاص في العد التنازلي لمباراه النهائي امام فريق الترجي، ومباراه الذهاب بالتحديد ان شاء الله في استاد برج العرب. كله مترقب هذه المباراه، المصريين بشكل عام، الاهلاويه بشكل خاص. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراتين بشكل عام علشان يقدر يفوز بهذا اللقب الغالي، ومن ثم التاهل لكاس العالم. يعني البطوله اكيد وحشتنا بشكل كبير يا بوب، واكيد كمان التاهل لكاس العالم الانديه وحشنا بشكل كبير جدا. الوضع هيختلف يا امين ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي ربنا يوفقوا ان شاء الله. التأهل لكأس العالم بقى والمشاركة في كأس العالم للأندية، يمكن أنا شرفت إن كنت موجود أكتر من مرة، وخاصة بقى في اليابان، وإن شاء الله تكون، وكمان لما رحنا المغرب، لكن الإمارات هيبقى ليها وضع مختلف، وضع أكيد كبير يا أمير، وهتكون حاجة مفرحة جدا. لكن أمير خليني أقول لك على حاجة، يمكن أنا من متابعي الإعلام التونسي، هو إعلام محترم جدا. خليني أقول لك ان القناه التاسعه سبور وبرنامج التاسعه سبور على نفس القناه اللي بيقدمه الاعلامي الكبير الاستاذ عادل بوهلال، شخصيه محترمه جدا، بعض الاسئله وبعض الامور اللي كنا بنتولها هنا في القناه سواء انا او الكابتن سيد عبد الحفيظ، البعض حط عليها سبوت كده وقال لك يعني ربما يكون فيها بعض الامور المستفزه وبعض الامور اللي يعني فيها يعني تجاوزات شويه. ومعانا كمان الكابتن علاء ميهوب، طبعا الاعلام التونسي والاعلام المصري احنا طبعا بنقول اللي احنا يمكن بنسال اسئله عاديه خالص، ما ممكن بتبقى في بعض الامور تتفهم بشكل تاني، لكن ابدا ابدا كل الود والحب والاحترام بيننا وبين جماهير تونس الجميله، بيننا وبين جماهير الترجي العريقه، بيننا وبين كل الجماهير العربيه. لا يمكن ان تكون قناه الاهلي منبر او اشاره او فيها اي حاجه ربما تثير الاستفزاز. احنا عارفين انها مباراه نهائي افريقيا، مباراه محترمه جدا، الكل بيتمنى ان فريقه يكسب في النهايه بالروح الرياضيه، بالاحترام، بالاداء، بالاخلاق. لا يمكن ابدا يكون حاجه مقصوده تعمل اي حاجه مستفزه. انا ما اتكسفش على الهوا اقول لو صدرت اي حاجه بشكل مستفز بشكل شخصي مني، البعض شافها في تونس انها مستفزه، اكيد لازم اعتذر واقول ان انا ما بقاش قاصد الكلام ده خالص. وانا لما شفت الفيديو بصراحه لقيته فيديو عادي خالص، ولكن اذا نظر الزملاء الاعزاء في الاعلام التونسي اللي انا بكن ليهم كل الاحترام وتقدير على ان بعض هذه الاسئله او بعض الامور اتشالت من ساقها او اتقلب بشكل معين، اكيد اكيد ده مش مقصود، واكيد الاعلام التونسي والاعلام المصري بيمهدوا الارض بالسجاده الخضراء والحمراء الجميله علشان تبقى مباراه ممتازه، مباراه مميزه. جماهير الاهلي فوق الراس، جماهير الترجي فوق الراس، الاعلام المصري والتونسي يد واحده في هذه المباراه يا امير عشان تعدي لبر السلامه. طبعا اكيد.